السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. سأريكم طريقة تغيير الشاشة، شاشة العرض واللمس افيشو جلوس تاكتيل لهاتف من نوع هواوي ايجراج 7 برايم ايجراج 7 برايم. هذا هو الهاتف. اول شيء ننزع حامل بطاقة السيم والاس دي، هكذا. ثم ننزع هذه فيشة البصمة، ننزع هذا البرغي، هكذا. ننزع جميع هذه البراغي، هكذا. ثم البطارية، هكذا البطارية. ثم نزع فيشة شاشة العرض وفيشر، ثم نزع الشاشة. وإذا صعب الأمر قوموا بتسخين الشاشة. ثم نقوم نرجع البطارية، نقوم بتجربة شاشة جديدة. هكذا نجرب أرقام الهاتف. هذا كما تشاهدون، نطفئ الهاتف لكي نثبت الشاشة. ثم نقوم بتثبيت الشاشة، ننزع من الشاشة القديمة، ننزع هذه القطعة، ونركبها
هناك هذا أقوم بنزع البطارية وهذه الفيشة أيضا ثم نقوم بوضع الغراء على الهاتف ندخل هكذا ثم نقوم بإلصاق الفيشة هكذا ثم نحضر البطارية هكذا ثم نلصق فيشة البطارية ثم هذه الفيشة أيضا هذه القطعة هكذا ثم ثم نرجع هذا البرغي هكذا ومن أعجبه الفيديو لا ينسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وإلى فيديو قادم إن شاء الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.